في ظل هذه التعليمات ايه اللي حصل؟ خلينا ناخد مدير الكره في النادي الاهلي، مدير جهاز الكره النسائيه الكابتن شادي محمد، واللي الحقيقه مع الجهاز الفني عامل يا باشمهندس انطلاقه قويه لبنات الاهلي. هو معانا على الهوا؟ معاك الكابتن شادي. يا كابتن شادي. يا باشمهندس عدلي واستاذ ابراهيم السلام عليكم. بص يا كابتن الحقيقه الفل عليك، انت قدمت الى الوسط الرياضي مفاجاه من العيار الثقيل. يعني لم يكن احد يتوقع ان يبدا الاهلي هذه البدايه القويه بالشكل اللي يوصل الامر زي ما انت بتقول ان الناس يعني تلعب بفكره تواجد عربيه الاسعاف عشان السكور ما يزيدش، وده امر على فكره المفروض اتحاد الكره يعني بيراقب تجهيز الملعب، ومن ضمن تجهيزات الملعب هي عربيه الاسعاف. يا ريت تحكي لنا يا كابتن شادي ايه اللي حصل بالظبط. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وحشني كتير جدا يا استاذ ابراهيم. انت اكتر والله يا كابتن، واحد من البرامج المحترمه اللي جمهور النادي الاهلي بيعشقها، وانا بقول دايما على ملك وكتابه خط الدفاع الاول عن النادي الاهلي. لما انتوا حضراتكم انتوا الاثنين تمتلكون من خبره كبيره ومعلومات عن تاريخ النادي الاهلي، فشرف ليا ان انا اكون موجود مع حضراتكم في البرنامج النهارده. شرف لينا التواصل معاك يا كابتن، وتحيتك على البدايه القويه للفريق ده. وبعدين انت دخلت التاريخ يا كابتن شادي، اول مدير كوره. ثاني انت مش سهل برضه. طبعا يعني ما حبيت تخش، رحت من ناحيه حاجه الرائد يعني الناس تتكلم عليه. والله يا باشمهندس انا بس عايز اقول حاجه في الاول، لو في نجاح انا شايف ان لسه مش نجاح الكبير، احنا لسه في البدايه، ده وجهه نظري. لكن في الاول وفي الاخر لو في حد يستحق الشكر فانا احب ادي كل حد حقه، فلو حد يستحق الشكر قبليا اكيد الكابتن محمود الخطيب، علشان كان في قعده مطوله كبيره جدا معاه وبيقدم كل دعم وكل مسانده، ولما بيبقى في اي حاجه بنرجع له بتتحل في ثواني، فلو في فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى فاكيد انا لازم اقول الحق والعدل، لان هو في الاول وفي الاخر كانت في نصايح من الكابتن مهمه جدا، كان في تسرع في البدايه وكان في عايز تعمل كل حاجه في وقت قليل جدا، هو لمس ده فبعت لي اكتر من مره وقال لي الموضوع ده، وفعلا الهدوء بيخليك تاخد قرارات سليمه في مين يجي النادي، في قرارات مهمه مع الناس اللي بتشتغل معاك. فانا حبيت اقول بس في البدايه احنا لسه كبدايه، احنا لسه ما نجحناش النجاح الباهر، بنسعى لده من خلال جبنا مدرب محترم مستر ديمتري، وجبنا مجموعه متميزه جدا من اللعيبه المتاحه اللي كانت متاحه، وكان في تعنت من البعض مجرد ما النادي الاهلي دخل اللعبه زي ما بيقولوا، هم الكل حتى في الوسط الرياضي فيما يخص كره القدم النسائيه، ان كل عارف اسم النادي الاهلي لما بيدخل في حاجه بيدخل بشكل مؤسسي، بتلاقي المنظومه كامله من اصغر لاكبر واحد، احنا عاملين منظومه محترمه جدا جدا جدا، كلها لوائح وكلها عقود، مش حاجه اسمها الاستماره دي الولاد الصغيرين، احنا ابتدينا محترفين في اللعب. فالبعض بيشوف اللي احنا لسه ما عملناش حاجه، والبعض بيشوف اللي احنا نجحنا، والبعض بيشوف ببعض التصرفات الغريبه اللي احنا مش متعودين عليها. لكن في الاول وفي الاخر لو سالتني كمسؤول انا شايف احنا لسه بنبتدي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، في فرق عندها خبرات كبيره جدا، بنحاول من البدايه بنقول لكل جماهير النادي الاهلي والمنظومه احنا على قدر المسؤوليه، بنتعب بنجتهد وبنشتغل شغل كبير جدا. باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم، احنا في ثلاث شهور عملنا ثلاث فرق، واللي الناس تتكلم عن فرق كره القدم السيدات بالشكل ده صدقني دي حاجه تليق باسم نادينا. ليه؟ علشان القماشه كانت قليله جدا، اللعيبه الكويسه او اللاعبات الكويسه قليلين مش كتير، لكن اتفرجنا على فيديوهات بعنايه، اخترنا الاخلاقيات قبل اي حاجه، اخترنا في كل مركز مين اللي هيناسبنا في المرحله دي. انا هديك سر يا استاذ ابراهيم ومحدش يعرفه كتير عن فرقه كره القدم السيدات. هو كابتن شادي يعني الحقيقه
قول طب خليه يقول لنا السر بس. قول اتفضل يا كابتن. انا هقول حاجه بس سريعه. فرقه النادي الاهلي الفريق الاول عندنا 2 15 سنه و12 لعيبه 18 سنه. 12 لعيبه 15 كام؟ 18 18 سنه 18 سنه. وفي فرق كتير يتراوح معدل السن من 25 وانت طالع فوق لغايه 29. انت بتتكلم على الفريق الاول بيضم العدد ده ولا دي؟ الفريق الاول. أوه. لا الفريق الاول، الفريق الاول. يعني متوسط الاعمار عندك حبيبة عصام اللي مصر كلها بتتكلم عليها ما كملتش 18 سنة أصلا. دي المفاجأة بقى. أصلا. وجايبينها من دجلة السنة دي، وكانت فرصها في اللعب في دجلة قليلة، معناها اللي العين جوه النادي الأهلي أظهرت حبيبة بالشكل اللي يليق بيها حتى لو هي سنها صغير، فعبرت عن نفسها واحترمت تيشيرت النادي الأهلي وبتقاتل في التدريبات. هي النهاردة قالت لي جملة، قالت لي أنا لعبت سنين طويل بس اللي انا باخده من النادي الاهلي في شهرين ما كنتش احلم بيه، والله ده كلامها النهارده ليا انا بشكل شخصي يعني. والحقيقه مش هي بس يا كابتن شادي، كلنا ما كناش متخيلين. يعني انت عارف الاهلي دخل متاخرا في رعايه اللعبه دي لان ده كانت تعليمات الاتحاد الدولي. بالظبط. ان لازم يبقى في كره نسائيه. طيب لما دخل النادي الاهلي انا قلت والله هيعملها يعني باسلوب شكلي في البدايه عشان يستوفي الشكل يعني، لكن يبدو انت قلت ايه. اشكر الكابتن محمود الخطيب الذي يعني هو حريص ان الاهلي لما يخش على حاجه لازم ينافس وينافس بقوه من اجل البطوله. فالحقيقه النتيجه قدامنا مبشره، ويعني اذا كان انت شايف هنقدر نكمل بالطريقه دي، احنا برضو لازم نفكر برضو ان النقله الجايه هتبقى المقارنة بأفريقيا عاملة ازاي؟ دي حقيقة، وحضرتك لمست نقطة بغاية الأهمية. احنا عندنا أندية منافسة في مصر قوية جدا، بنتكلم على دجلة بقاله وقت كبير جدا، وأنا على المستوى الشخصي بحترمهم. في فرقة توت اللي هي بقى اسمها مسار دلوقتي، لسه راجعة من بطولة أفريقيا وهتلعب ثالث ورابع. ده كانت سيمي فاينل دوري الأبطال. بالظبط، فرقة محترمة جدا جدا. بس بنصطدم ببعض الامور في الدوري المصري. قول لي بقى الازمه بتاعت مباراه انبي والانسحاب، ايه اللي حصل؟ المباراه كانت النهارده في ملعب انبي مش كده؟ احنا رحنا المباراه. اللي انا عايز حضرتك تركز معايا في النقطه دي، لان دي في غايه الاهميه قبل الكوره وقبل اي حاجه. اللي انت البنات انت بتروح معسكر، بتجهز تدريباتك خلال الاسبوع، بتصرف في فندق، بتصرف في باص، في مصاريف، في مصروف. بنعمل ده عشان نلعب، ولما بنلعب في الاول وفي الاخر عمر النادي الاهلي ما بيروحش يواجه حد وما يروحش ولا ما يلعبش ولا بيعمل اي حاجات انت تفكر فيها او اقعد افتش في نواياك. انا مش المفروض اعمل كده، المفروض عملت فرقه بلتزم بلعب ايا كان النتيجه، خسرت يبقى بخسر بشرف، كسبت فبكسب بادائي ومجهودي ومجهود فرقتي. ده الواقع بتاع الكوره الطبيعي الواحد اتعلمه. احنا في نقطتين في غايه الاهميه. النقطه الاولى اللي اللائحه بتقول بالاهداف بتاعت اتحاد الكوره. طب انا النهارده الفريق ما بيلعبش قصادي ومع فرقه ثانيه بيروح يلعب يخسر سبعه، فاديته سبع اهداف او ست اهداف وخسر مني انا بالانسحاب 2-0 بس. باتنين بالظبط. في كم مباراه حصل معانا كده؟ دي ثالث مباراه ولا ثاني مباراه؟ فده صعب جدا. ده واحد. اتنين، لازم يبقى في عقوبه للي عشان انت تمنعه يعمل ده. لازم في لائحتك يكون في عقوبه للي هينسحب، للي مش هيلعب، للي يقول لك الاسعاف، للكلام ده كله. فالطبيعي تعمل عقوبه شديده برقم كبير عشان لو عملها مره مش هيعملها الثانيه. بس هم النقطتين دول اللي انت اللائحه هتتغير. يعني هو لو قال المنسحب يبقى خسران 8-0، ما هو ما حدش هينسحب. لا، هو دايما كان بيتقال. ايه يا كابتن شادي؟ بيتقال انه الفريق المنسحب اثناء المباراه بيبقى مهزوم 2-0 ما لم تكن نتيجه المباراه قد توقفت عند عدد اكبر. يعني انت كسبان الاتحاد 8-0، لما فريق الاتحاد ينسحب ما تخسرش انت، ما تبقاش النتيجه 2-0 بس.
تعتمد ال 8-0 على الاقل. بالظبط بالظبط، ما ده اللائحه موجوده فيها ده. لا لازم يضاف اليها ما لم تكن النتيجه. لا ما بيقول لك طبقت كده. ايوه ما لا لا ما بتتحسب 8، بس انا بتكلم في ايه؟ والله فريق ما لعبش زي النهارده مثلا ما لعبش، فالغرامه تبقى 100,000 عشان ما يعمل ولا اي نادي يعمل كده اصلا بما فيهم النادي الاهلي. انا بتكلم على العداله على الناس كلها مش على الاهلي بس، اللي هو 100,000 جنيه عشان هو عارف هيدفع مبلغ كبير، فهيضطر، هو مضطر يلعب، هو مجبر يلعب عشان هو. هو الانسحاب كان بسبب ايه؟ الانسحاب نزلنا الملعب سخنا، كان في اسعاف بره كنت شايف. انا بقى بقول لك الحقيقه اللي حصلت، وانا ما اتكلمتش، انا اول مداخله ليا في الموضوع ده. الحقيقه اللي احنا رحنا كان في حد مسؤول هناك في الملعب، جه اتعامل معايا بشكل شخصي، اتكلمنا وعادي خالص، الفرق سخنت، الحكام نزلوا، قال لي كان في اسعاف، بس الاسعاف في حد تعب فراحت تنقله للمستشفى. فالحكم منتظر الاسعاف، لان انا صريت اللي لازم الاسعاف، خصوصا حد منين؟ حد من الفرقتين ولا حد من بره المباراه؟ لا حد، لا حد مسؤول من انبي تبع فريق السيدات، جاء مسؤول جوه الملعب الاستاد اللي هناك. فخلاص تواصلت معاه، قلت له لازم اسعاف، خصوصا بعد واقعة كفر الشيخ اللي حصل. صحيح. اللاعب اللي ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. فالطبيعي انت بتتعلم من موقف بعيد عشان ما يحصلش في ملعبك، فالاسعاف تبقى موجوده. أي. بس اللي اتكلمت مع الحكمه كابتن يارا، قالت لي كابتن شادي احنا في وقت تقريبا 25 دقيقه بعدها هصفر للنادي الاهلي فايق. قال لك الاسعاف جايه في الطريق. خلص الماتش واحنا الباص بتاعنا لقينا اسعاف واقفه قدام كده، يعني بعيد عن الملعب شويه بحوالي 300 400 متر. هنهزر؟ انتوا عايزين الحقيقه والله اطلع على الهواء اكذب؟ يعني كانت الحقيقة مستخبيه. مش عايز اقول كده، مش هفتش، لكن متشافه نقصد. اللي وراها لي الباص بتاعنا قال لي يا كابتن بص الاسعاف اهي موجوده واقفه، فصوروها. حلو. انا بسال سؤال، انا مش بخص نادي انبي بالمناسبه، انا بحترم نادي انبي وبحترم كل الانديه، لكن سمعت من بعض الكلام مش عارف صح، من احد الموقع كلمني قال لي اللي في مسؤول من انبي بيقول اللي هو الاداري غلط او نسي يكلم الاسعاف، يبقى احنا كده في مشهد بنهزر، لان نادي انبي نادي كبير ونادي انا احترمه على المستوى الشخصي واحترم مسؤوليه، ومفيش مشكله في الامكانيات يعني. بالظبط، لما الاقي نادي امكانياته بسيطه بيعمل ده. انا برضو مش بفتش في نوايا حد، بس مش طبيعي يحصل كده، مش طبيعي، مش طبيعي. يعني المباراه ما ابتدتش ولا ابتدت وتوقفت خالص؟ ما ابتدتش اصلا. اصلا الحكمه تمسكت باللائحه. تمسكت وكان في استياء من مراقب المباراه. استياء جدا، لانه زي ما انا قلت لك كان وجهه نظره النادي انبي نادي كبير، فده ما ينفعش يحصل، فالاسعاف ما تبقاش موجوده. انا بقى هحسبها كنادي اهلي وكمسؤول جوه النادي الاهلي، هحسبها حساباتي انا، اللي انا عايز العب علشان العب مباراه بجديه واعمل سكور واكسب، لان انا واثق في امكانيات فرقتي، عشان لما يجي اللائحه اللي بتقول عليها اتحاد الكوره ابقى انا فارق سكور، ابقى محافظ على الاول، لان النادي الاهلي منوط بيه بجمهوره المركز الاول دايما. انا الثاني بالنسبه لي زي الاخير. انا اتربيت كده وعشت كده، والبنات اللي معايا دلوقتي ثقافتها كده. لا وانت حاطط لي لائحه بتقول لي البطوله تحسم بالنقاط والاهداف، فكده انت بتحرمني من فرصه تسجيل اهداف اكتر من الاثنين، والفرصه دي هياخدها غيري. حضرتك الاسبوع قبل اللي فات لعبنا 38 دقيقه ثم الماتش انتهى والفرقه انسحب، طب اعمل ايه؟ مش لازم اتكلم؟ مش لازم ادافع عن حقوق ناديه وعن حقوق ناديه، والناديه ده ليه جمهور بالملايين، حقهم اللي انا دافع عن حقوقهم، فحق النادي الاهلي عليا كمسؤول ان انا اطلع واقول الكلام ده، لان على اتحاد الكوره لازم، وكلنا كمنظومه بقى، خلينا نتكلم بصراحه، اللي مش مؤمن، يعني في ناس اصلا حتى النهارده في عقليات صعبه التعامل معاها فيما يخص بتتعامل مع الكوره رايحين يلعبوا، ما بالك هو مش في ناس لا تؤمن ان في حاجه اسمها كره قدم سيدات، ومش باصين حواليهم المغرب بتعمل ايه والعالم كله بيعمل ايه. صحيح. احنا ما عندناش النادي الاهلي لما دخل يا استاذ ابراهيم المجال السنه دي اول سنه القاعده بتوسع. أي. وحصل انتشار للعبه، وفي شعبيه للعبه طبعا. بالظبط.
بس فاحنا بنشتغل، مش هقول حقق، مش نجاح باهر اللي انا بقوله، انا مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ولكن بنسعى للافضل عشان عايز العب بطوله افريقيا، عشان عايز اروح كاس العالم للانديه، وده حق مشروع ليا وكنادي ولفرقتي البنات اللي موجوده. فاول لكن مشاهدة، كل مره نروح باحباط. طب هل كل نروح مروح محبطين؟ هل بتفكر تقدم مذكره للجنه المسابقات على وقائع الانسحابات وتكرارها؟ المفروض ان في مراقب. بالظبط. انا بقى هقول جمله ومحدش يزعل مني، وانا من خلال قناتنا دي اللي هي المنوط دي دافع عننا. أي. والله المسؤول لازم يبقى عنده فيجن. يعني ايه فيجن؟ يعني هو شايف اللي بيحصل كده، رؤيه. طب ما تعالج، هو لازم ابعت لك مذكره؟ ما تعالج لوحدك، لا تكرار الانسحابات كمان، لان بتهدر حقوق فرقه بتوقف الفوز عند رقم معين. طيب وغيرها بياخد الفرصه دي. نخش بقى على المنافسه الحقيقيه. هو انت قلت المسار دي اللي هي توت عنخ آمون. كانت توت عنخ آمون بقت مسار. ايوه بالظبط. طيب دي هنقابلها جمهوريه ولا هنقابلها يعني امتى؟ وعشان عايزين نقيم نفسنا، ما هي دي اللي بتلعب في افريقيا. بالظبط. احنا ماشيين دلوقتي اول دوري، حققنا كل المباريات انتصارات، دخل مرمانا هدف واحد، ماشيين بشكل جيد جدا، بس في مباريات بتحسم اللي هو الليفل بتاعك. احنا قابلنا الزمالك عامل فريق كويس، قابلنا الزمالك في 100 عقبه الحمد لله. انا بشوف ان المباراه دي النتيجه كانت غير عادله، لان ضيعنا اهداف كتير جدا، لكن عذرت اللعيبه اللي دي اول مباراه. قابلنا تاني مباراه دجله، ده منافس قوي جدا جدا لانه محقق اكتر من دوري عام تاريخ في اللعبه. لا من اعرق الفرق في اللعبه. بالظبط. فلما تاني مباراه كان عندنا اصرار من اللعيبه، الحمد لله قدرنا نفوز على دجله تاني مباراه. عندي منافسين بقى هقابلهم، عندي البنك الاهلي مع مدرب محترم وفريق يمتلك لعيبه جيده، عندي بيراميدز ومسار الثلاث مباريات الجايين، بيراميدز البنك الاهلي مسار. مسار ليه حسابات خاصه مع عندي كمسؤول في الامور الاداريه، وحسابات خاصه عند المدرب فنيه بيذاكر فريق مسار بشكل جيد جدا، والمباراه على ملعبنا في التجمع ان شاء الله. انت ملعبك التجمع وكل تدريباتك في التجمع. بالظبط كده. فاحنا بندرس المنافس بشكل قوي، لانه السنه اللي فاتت محقق دوري، مادي اداء مشرف جدا وليك باسم مصر في بطوله افريقيا. خرج سان داونز وخسر من الجيش الملكي في السيمي فاينل. بالظبط. بالظبط. فانا اللي عايز اقوله يا استاذ ابراهيم، احنا اتعلمنا كده في الكوره بقى بتاعتي انا اللي انا بلعبها اصلا طول حياتي بعيد عن كره القدم، احترام المنافس هو بدايه الانتصار. فاحنا انا بحترم فعلا فريق مسار جدا، لانه يمتلك لعيبه متميزه جدا جدا جدا، لكن لكل فريق نقط ضعف. طيب بنتكلم وبنتشاور موضوع، بس موضوع ازمه الاسعاف، لانه انا متوقع ان ده هيتكرر كتير مع فرق عندها ظروف صعبه. هل انت يعني في اي تحرك اداري مع لجنه المسابقات في تكرار الظاهره دي، وازاي تتعالج؟ العلاج في نقطتين، تغيير اللائحه. العلاج مش من وجهه نظرك، في مذكرتك ليهم، لانه انت هتلاقي ناس كتيره مش هتجيب العربيه وتبقى 2-0 بس، فالسكور بتاعك هيفضل قليل. بالظبط. هنعمل حاجتين في غايه الاهميه وبندرسهم، واحنا كمنظومه داخل النادي الاهلي ما فيش حد بيتحرك لوحده، في ناس مسؤوله برضو عندها خبرات، بنرجع وبنستشير الموضوع عشان لما نيجي نبعت حاجه نبعتها عن درايه وعن خبره، زي ما عملوا معانا في الاول في موضوع رودينا. طب انا ممكن اسالك كابتن شادي سؤال؟ هي اللائحه بتحسم بالنقاط والمواجهات ثم فارق الاهداف، ولا النقاط وفارق الاهداف مباشره؟ لا فرق الاهداف مباشره. يبقى يعني نقترح نخليها المواجهات، وفي حاله التساوي يبقى موضوع تاني. مباراه فاصله، مباراه ده العدل. وعلى فكره بالمناسبه انا مش هخفي على حضراتكم، الاسبوع اللي فات تواصل معايا شخصيه محترمه من وادي دجله، كابتن احمد المغربي، وقال لي على فكره احنا تناقشنا مع بعض الفرق ويهمنا جدا صوت النادي الاهلي. قلت له اتفضل تقول. قال لي لازم نغير اللائحه عشان اللائحه دي ما فيهاش اي عدل خالص، فرق بتيجي برضو بتعمل معانا كده، تلعب بعض تنسحب وتروح مباراه تانيه تلعب،
فهنا ده ظلم على الناس كلها. واتحاد الكوره احنا اللي نقرر كانديه ونقول لهم طلبنا عايزين 1 2 3، وانا يعني انا بخبرتي هيستجيبوا عشان ده الصح، فالصح ما حدش بيختلف عليه. قلت له انا معاك كنادي اهلي طالما بنتكلم في حاجه في الصالح العام وسمعه الكره المصريه. الف مبروك للبدايه دي. انا ما بقولش يعني هتسفر عن ايه في نهايه الموسم نقيم، لكن بدايه مبشره، وكل التوفيق يا كابتن شادي، وكلنا شكرا جزيلا ليك.